هو انت صحيح اتجوزت رجاء؟ وده يهمك في حاجه؟ لا ما يهمنيش ولا حاجه، انا بس مستغربه يعني، اصل حضرتك يعني راجل كباره كده ومحترم، ازاي يعني تتجوز واحده كانت لا مؤاخذه كانت ايه؟ لا اصل انا ما انساش ابدا، رجاء دي انا اتعاملت معاها مره واحده كده زمان. اتعاملتي معاها في ايه؟ لا لا، هو انا لا مؤاخذه هتكلم وانا مش عارفه تمن اللي هقوله ده ايه؟ كلمي. حاضر حاضر هتكلم اهو. ايه يا حبيبي، هو انت خارج؟ انت مالك بقالك يومين ما بتكلمنيش، هو انت زعلان مني عشان رحت الشركه؟ لا خلاص، انا اتعلمت ما ازعلش من اي حاجه خالص. يلا البسي عشان هنتكلم واحنا بنتعشى بره. بجد هتسهرني فين؟ لا دي مفاجاه حبيبي. لا لا كده كتير عليا. بمناسبة ايه بقى؟ عم اقولك، تعرف ساعات بحس ان انت ساحرني. طبعا انا اكبر ساحر واكبر واحد يعمل مفاجآت في الدنيا دي كلها، وانا بصم لك بالعشر. انا سعيد قوي النهاردة. لا مش اسعد مني، انا سعيدة قوي 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 قوي. انا سعيد لاني حاسس ان انا بشوف كل حاجة على حقيقتها، حتى نفسي. طب وانا يعني؟ لا بجد شايفني ازاي؟ لا ابدا بالعكس، ده انت جايه في ميعادك بالظبط. طب كويس، اصل انا شغلي علمني احترم المواعيد. المواعيد دي اهم حاجه، خصوصا بقى لو كان الزبون مهم. والزبون دايما على حق. ما هو طبعا انت لو اتاخرتي ممكن الزبون يطير منك. والله حسب الزبون بقى. اصل في زباين بتبقى مهمه، مراكز عليوي، دول بقى ما ينفعش تتاخر عليهم خالص، مواعيدهم بتبقى محسوبه كده بالثانيه، بالفيمتو ثانيه. انت جايبني هنا ليه؟ عيب كده ما يصحش قدام زميلتك نجوى. كنا يا باشا، انا عن نفسي بطلت، اصل الشغلانه خلاص ما بقتش جايبه همها، بقت تعب على الفاضي. انت قلتي له ايه؟ يا حبيبتي ما قلتش غير كل خير، بس انا ما بنساش طاري ابدا. البت دي قالت لك ايه؟ قولي لي انت اشتغلتي في الجريده ازاي؟ على فكره الراجل صاحب الجريده دي راجل مزاجنجي قوي، ملياردير وغاوي ستات حلوة، ستات على الفرازة اللي ما يتخيلوش عنك كده يا مدام رجاء. صحيح يعني أنا واخدة على خاطري عشان لهفتي مني الراجل، بس يلا اللي سامح كريم. أنا ما أقلعكيش من رجلي، وأنا ما استنضفش أدوس عليكي بجزمتي. الله حلو قوي. أنت سافل. أنا برضو ما جاوبتيش على سؤالي، اشتغلتي في الجريدة إزاي؟ ها؟ والشهادة بتاعتك مين اللي ضربها لي؟ احترم نفسك. بقول لك ايه؟ ولا كلمة زيادة، فاهمها؟ أنت طالع يا مدام رجاء. أنا آسفة يا معداوي باشا. لا لا الختم كده كتير. مش كتير عليكي. لا يا باشا بس انا بطلت. لا لا انت فهمتي غلط، ده مكافأة على اللي انت عملتيه. طب وحياتك انت يا باشا، لو تحب اجيب لك السي في بتاعها كله، بس انت طلع شيكاتك وشممها لي. لا لا كفاية لحد كده.